حديث القاهرة ليلة رأس السنة، إبراهيم عيسى، خير رمضان وكريم عوض معا. النجمة إلهام شاهين المتوجة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة، دكتور مدحت العدل ورني علواني يتحدثان عن الأهل والزمالك في العام الجديد وعن السياسة والفن والعالم في 2020. دكتور أيمن رشوان، الروائي عصام يوسف، الإعلامي أحمد سالم، والشيف مي يعقوبي. لقاء عائلي وإعلامي لعائلة القاهرة والناس، ونجوم السوشيال ميديا يقرؤون طالع العام الجديد على طريقتهم. حديث القاهرة ليلة رأس السنة، ليلة تكسير الألل، حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة.